تخيل انت قريت عنوان الفيديو صح، وكيلو الكحك في المكان ده ب85 جنيه بس. كيلو الكحك كمان، وكيلو البتيفور، وكيلو البسكويت، اي حاجة منهم ب85 جنيه، وده سعر طبعا مش موجود دلوقتي حرفيا. قلت اجيبه واجربه معاكم، ولو عجبني فعلا هقول لكم المكان. وفعلا هو طالع فعلا جميل جدا، والكحك عجبني جدا، والكحك فعلا معمول بطريقة جميلة جدا، وهو ما بين الشعبي وما بين الحاجة العالية. هو مش زي الليفران، وفي نفس الوقت مش زي العبد، ومش زي اتوال، لكن حاجة متوسطة، لكن بسعر كويس جدا وقيمة مقابل سعر، خصوصا في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده، وفي الوقت اللي الناس كلها بتدور على ان هي توفر الجنيه ازاي، وفعلا المكان يقضي الغرض، وفعلا المكان بيعمل منتجات كويسة جدا. وكمان البيتيفور قدام حضراتكم، والبسكويت كان قبليه، فعلا كلهم معمولين بطريقة كويسة جدا. على الأقل هتوفر حتى المجهود في البيت لو انت ناوي تعمل في البيت. هي المنتجات طبعا مش معمولة بسمن بلد ولا بزبدة، هي معمولة سمن نباتي. ومكان قدام حضراتكم اهو، اسمه حلواني اولاد غزال، وعنده 5 فروع، 5 فروع معظمهم كلهم في المحلة والغربية، وكمان كفر الشيخ الفرع الرئيسي بتاعه. المكان فعلا كويس جدا، وكمان في منه منافذ هنا في القاهرة، وليه كمان موزعين هنا في القاهرة، وبيبيعوا طول السنة، تقدروا ان انتوا تشتروا خلال السنة كلها اي وقت كحك او بسكويت او بتيفور حتى. وعنده منتجات تانية كتير، وفعلا الأسعار بقت أرخص حتى من الليفران الشعبي عنده هو، وفعلا يستحق التجربة. وهقولكوا كمان العناوين بالتفصيل، هتيجي معايا خلال الفيديو. أهي العناوين قدامكم، الفرع الرئيسي كفر الشيخ بيالة، وكمان موجود في الغربية في محل زياد، وموجود الفرع التالت برضو في الغربية في محل زياد برضو. افضل حاجة فعلا انت هتاخد قيمة مقابل سعر جدا 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 في المكان ده، وكمان هتستمتع، وكمان هتقدر ان انت توفر، او على الاقل ما تزعلش ولادك، وان انت تقدر تشتري لهم اللي هم عايزين. ما تنسوش تعملوا لنا لايك على الفيديو، ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا في فيديوهات هنا حصرية على القناة، ما تنسوش تعملوا لنا لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.